بسم الله الرحمن الرحيم. معانا اخر جزئيه، جزئيه النافيجيشن اللي هي ليست من نوع بريك كرامب. البريك كرامب ده هو بالظبط يا جماعه الفكره دي، ان انت بتبقى واقف في صفحه والصفحه دي ليها بيرنت، فبيقول لك ان الشيرد كومبوننت مثلا البيرنت بتاعها الابلكيشن، او لو دخلت مثلا على السكيورتي يقول لك ان السكيورتي اتريبيوت دي البيرنت بتاعتها حاجه اسمها ايه اديت ابلكيشن كده، ان السكيورتي اتريبيوت والبيرنت بتاعها كذا، اليوزر انترفيس البيرنت بتاعها كذا. تمام، دي الفكره من البريك كرامب. طيب انت لو جيت في اي صفحه في الابلكيشن بتاعك ورحنا مثلا وليكن على صفحه نختار صفحه ما فيهاش حاجه سيل اوردر مثلا، دي ما فيهاش بريك كرامب. لو جيت عملت اديت كده وعملت بريك كرامب، عملت ريجون نوعه بريك كرامب، هاجي هنا واعمل ريجون، خلي الريجون ده نوع بريك كرامب، واخلي البوينت بتاعته كمان. طبعا بيسألني عن البيرنت بتاعه، هنعرف دي دلوقتي البيرنت بتاعه والسورس بتاعه مين، واخلي البوزيشن بتاعه بريك كرامب بار عشان يبقى فوق. تمام، لو انا فتحته دلوقتي او عملت رن للصفحه مش هيبقى فيه حاجه. ليه؟ لان انت لازم يكون في انتري للصفحه دي جوه البريك كرامب. فتعالوا نفهم البريك كرامب بقى بالتفصيل كده. انا هروح دلوقتي على الابلكيشن بتاعي واروح على الشيرد كومبوننت واروح على الليسته اللي نوعها بريك كرامب، الاقي واحده فيها بريك كرامب هو بيعملها برده مع الابلكيشن بتاعك. تعال نعمل واحده من الاول. انت بتعمل حاجه اسمها لسته نوعها بريك كرامب، تعال نسميها مثلا مصدر. دي البريك كرامب بتاعتي، ده الليسته بتاعتي الاساسيه. بعد كده انا بحط جواها انتري، تمام، زي الانتري بتاع الليسته بس هنا وضعها مختلف شويه. فبيقول لي دلوقتي يعني انت عايز تعدل الاسم ولا عايز تعمل انتري؟ لا انا اقول له انا هضيف انتري. في الانتري انت بتقول له ده هيبقى في انهي صفحه، اولا من هو تبع انهي بريك كرامب، الماستر ولا البريك كرامب الاساسيه؟ هقول له لا الماستر، وهنا هقول له ان المكان بتاعه هتبقى صفحه الهوم مثلا. تمام، السيكونس عارفينها، والبيرنت هو بيقول لك هل ليه بيرنت ولا لا. هنا ملوش بيرنت لان انا ما عملتش ولا واحده جوه الماستر لسه. وهنا بيقول لك الشورت نيم واللونج نيم، تعال نسميها الشورت نيم كده هوم، تعال نسمي اللونج نيم هوم اوف ماستر مثلا. هنا بعد كده بيقول لك اللينك بتاعه هيروح فين، يعني البريك كرامب دي لما هضغط عليها هروح فين. تمام، يعني هنا هي مكانها هيبقى في صفحه واحد، بس لما اضغط عليها يروح فين انت براحتك. انا برضو هخليه يروح في صفحه واحد، بس انا برضو ممكن اخليها تروح في صفحه ثانيه. طبعا الكلام ده كله خدناه، اقدر اخليه يروح ليو ار ال بدل صفحه في الابلكيشن، واقدر اخليه ما يروحش الحاجه، واقدر اخليه يرسيت الباجينيشن وهو رايح، او يبعت ريكويست، او يفضي الصفحه، او يوصل قيمه الايتم. وطبعا جيت يو ار ال ده بيبقى مفتوح لما انا اختار اليو ار ال، بس مبدئيا احنا هنروح لصفحه واحد وخلاص. تمام، الحاجات دي كلها خدناها كونديشن، وان يبقى باصيلها اوثرايزيشن، وان باصيلها كونفيجريشن، باصيلها بيلد اوبشن، الكلام ده خدناه لما جينا اتعاملنا مع الليست. انا بس عايز اعمل بريك كرامب انتري فقط. طيب دلوقتي بقى في بريك كرامب اسمه هوم وفي صفحه واحد. لو انا رحت لصفحه واحد دلوقتي وجيت عملت ايديت على الصفحه، وضفت بريك كرامب ريجون اهو، اخليه بريك كرامب، واخليه بقى اختار دلوقتي البريك كرامب الاساسي ولا الماستر؟ لا انا عامل الماستر، واخلي البوزيشن بتاعه بريك كرامب اهو. تمام، تعال نشوف دلوقتي الصفحه بتاعتنا. تمام، ده فكره البريك كرامب. ممكن كمان نخلي عشان يبقى واضح شويه، هنخلي التمبلت بتاع الريجون ده بلانك، مش اليرت سوري، بلانك تمبلت بتاع الريجون المحتوي. تمام، دي فكرتها كده دلوقتي. تمام، طيب هو في الهوم. طب لو رحت تاني للانتري ورحت ضايف جواه، جيت عملت انتري جديده واخترت بقى ان الانتري ده هيبقى في صفحه
3 تمام، وسميته كاتيجوري مثلا. والشورت نيم كاتيجوري اوف ماستر مثلا. هنا بيقول لي البيرنت بتاعه ايه، هخلي البيرنت بتاعه هو خلاص. والحاجات التانية اللينك بتاعه خليه يروح برضه لفين؟ للتلاتة. تمام، انا عملت دلوقتي انتري البيرنت بتاعتها هوم ومكانها في صفحة التلاتة، وبتروح لصفحة التلاتة. طيب انا لو رحت لصفحة التلاتة دلوقتي، هل الانتري موجود؟ لا، لان انت ما عملتش ريجون نوعه كذا. التاني ده موجود على حاجة قديمة، تعال نعمل ايديت كده. البريك رامب القديم ده موجود على البريك رامب اللي هو البريك رامب. طيب انا هخليه على الماستر. تمام، تعال نشوفه دلوقتي. يبدا يظهر البريك رامب بتاع الكاتيجوري، وتبدا الهوم تقول ان الكاتيجوري دي البيرنت بتاعتها الهوم. فبالتالي لو ضغطت على الهوم يروح، لان انا عملت له لينك على الهوم. تاني عشان الناس ما تلخبطش، انا هشيل البريك رامب ده واعمله من الاول. الصفحه دي انا عامل لها انتري في البريك رامب، فلو عملت لها ريجون نوعه بريك رامب، اخترت السورس بتاعه الماستر، فبالتالي وخليت البوينت بتاعته كمان بريك رام بار، عملت رن الصفحة يظهر معايا. تمام، طيب لو انت رحت في صفحة تانية وليكن البرودكت ده وعملت بريك رام هنا، ادي كريت ريجون، والريجون ده هيبقى نوعه بريك رام، واخترت السورس بتاعه ماستر، وادي البوينت بتاعته كمان بريك رامب بار، هل هيبان حاجه؟ هيبان ريجون فاضي. ليه؟ لان مفيش انتري موجوده للصفحه دي. يبقى عشان الدنيا تبقى واضحه، انا لازم يكون عندي انتري للصفحه اللي انا بعملها في ليست نوعها بريك رامب، عشان الليسته تظهر او الصفحه او اللينك بتاعي يظهر زي الصفحه دي. لو رحنا دلوقتي على الانتري ده اهو بتاع الكاتيجوري، وغيرناه بدل ما هو في صفحه 3 هخليه في صفحة البرودكت اللي هي صفحة 4، يعني أنا غيرت دلوقتي الانتري ده بدل ما هو في صفحة 3 هخليه صفحة 4. لو عملت لود دلوقتي لصفحة 4 يظهر. تمام يا جماعة، يبقى أنت لازم يكون عندك انتري للصفحة بتاعتك عشان لما تعمل ريجن نوعه بريك رامب يظهر معاك. واتوضحت فكرة البريك رامب زي ما احنا هنا بالظبط كده. الانتري دي تابعة للبريك رامب اللي هو تابع للشيرد كومبوننت اللي هو تابع للابلكيشن. الكلام ده كله طبعا انت بتعمله لما تيجي تعمل صفحه جديده، بيسهل عليك وبيسالك هل عايزنا اعمل لك بريك رامب للصفحه بتاعتك ولا لا، وعايزنا ادي لك ليها بيرنت ولا لا. الكلام ده هو بيساعدك عليه، بس لازم تبقى انت فاهمه، عشان لو انت ما عملتهاش بالطريقه الاوتوماتيك تقدر تعملها بالطريقه المانوال. يبقى احنا كمان كده يا جماعه فهمنا كل انواع الليسته، الليسته العاديه الاستاتيك والديناميك، وفهمنا النافيجيشن بار اللي بيعمله اوتوماتيك، والنافيجيشن منيو برضه اللي بيعملها اوتوماتيك، والبريك رامب فهمته وفهمت طريقته في طريقه استخدامه كده. يبقى خلصنا الجزء بتاع النافيجيشن الحمد لله. ان شاء الله نتحرك في الاجزاء القادمه على حاجه تانية، غالبا الاذر كومبوننت دي. السلام عليكم.